خامسا وأخيرا، لا بد من وجود القدوات لهؤلاء الأبناء في التربية الإيمانية. وإذا رأى الإبن مرة واحدة الأب يكذب على أمه فقد كانت تلك اللقطة كفيلة لأن تهدم معالم الصدق ولو قرعت مسامعه الآيات والأحاديث والمواعظ في الصدق. وإذا رأت الإبنة الخيانة من الأم فإنه لا معنى لذكر الطهارة والعفاف والنزاهة والستر لها وهي ترى عدم الصدق أو الكذب خيانة من أمها، كما أنه ينبغي ألا يتجرأ أحد الوالدين بتحطيم القدوة أمام ابنه. يعني لا تغرس في ابنك هؤلاء المعلمون وهؤلاء المعلمات دائما هكذا، فتسقط هيبة المعلم والمعلمة من عين الابن. نبون هنا الأستاذات يشوفن إلى بناتهن وإلى بنات زميلاتهن وأنت قال لك ذلك دائما، وتتحطم قيمة هذه القدوة في النفس. وكذلك في الوالدين، عندما ينهر أو ينشب النزاع فإذا به يتكلم بكلمات عن أمهم ويحطم القدوة فيهم، أو هي تبدأ بكلماتها الرعناء أو ألفاظها القاسية التي ليست لا تمت بالواقع والصحة شيء، وإنما تجني أو في حالة غضب تأتي وترمي بكل الألفاظ التي قد تحطم القدوة الأب في نفوس الأبناء. هذا مما ينبغي أن يلتفت وأن أنبه عليه، مهم جدا أن لا تحطم القدوة في نفس ابنك. كما أيضا ماذا يفعل المروجون للتشكيك والنيل في الإسلام؟ يبدأون تحطيم القدوات من أهل العلم والنيل فيهم حتى يهون هذا الأمر في نفوس النشء والأجيال. فمن المهم في التربية الإيمانية التي تؤثر في البيت أن تنتبه الأم وأن ينتبه الأب، لا تحطم القدوة في البيت، لا يحملك لسان الغضب في طرح ألفاظ ما أنزل الله بها من سلطان، فإن الأبناء يتأثرون بتلك الكلمات وتلك الألفاظ. وينبغي أن تحسن، وإذا كان نشب شيء بينك وبينه تكون في غرفتكما، لا أن يسمع الأبناء. كم من اتصالات ورسائل ترينا بسبب وقوع هذا أمام ونظري الأبناء والبنات، أمر خطير، وقد يفعلان المعصية كما ورد بالأمس هذا الاتصال، معصية تقول أنا رأيتهم أبي وأمي يفعلان ذلك. هذه يعني طلقها الطلقة الثالثة بعد الأول وردها ثم الثاني ثم الثالث، فيقولان لها اكتمي هذا الأمر ولا تحدثي أحدا. كيف الصراع النفسي الذي سيقع في هذه البنت؟ رأيتهم قد وقع الطلاق والانفصال بينهما، ثم يستكتمان يقولون لا تخبري أحدا بهذا.
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. فقد تكون بعض الأمور التي تخدش بل تحطم نفوس الأبناء، يعني عندما يكون مع الناس يفعل الشيء الفلاني، ولكن إذا كان في البيت يسمح به. هذا الابن يتأثر بهذا، لا الناس يشوفون عن الناس. طيب زين، إذا كان يجوز لا بأس، يعني شيء حدود، شيء بعض الأشياء نعم، أن يتخفف الأبوين الأب فيكون هذا، لكنه لا يستطيع أن يخرج عنه. هذه أشياء أخرى، لكن أتكلم عن أمور مهمة يعني يراها أنها معصية هنا مع الناس، بينما يتسامح ويتهاون ويتساهل مع أبنائه في البيت. هذه مما تقود إلى تحطيم معاني الإيمان والخوف من الله سبحانه وتعالى.